الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخلق والأمر، وإليه المرجع والمصير. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا رسول الله أرسله الله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، اتقوا الله تعالى فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. موضوع مانتا أن دوني إن كهد لو ولا لهن يسوي ديستين وحفلة يا إنه يه موضوع بلارن موضوع على يسوي دي وحويان سوماريدا واقع سياسة هذا إمن كي يكسر أنتها يبربر كذا كهذا. مركان أرنت على أي شيء يا أخي محمود أو أي شيء، وهن ليا بموضوع محايا لي وقضية الصومالي ودن جوهر كيريوي قضية الصومالي ذا أما كيس كصومالي ذا ما أنت أتاجن سلدي يسويه يعني. مركا قضية الصومالي سلدي هذا جواب تي ذا يحل كذي كهذا الكيدو حلنا إنه يعني ما سلدي هذا ما كلك موضوع عن دوني إنا وح كشيء وح ويان إنا نوكل قادر دور الريموت شرقولك قالد أي مسلمين تا أي أشرقوليان خاصة جيس كان أفريقيا اللي يرهدو أي أشرقوليان أصاب اللوذي مدادو در إنان كهاد لمركة كيس كاسي وعلى كما مارمان شرقول كاس أما زراعة المشكلة أما كيد زراعة الكيد الكافر ضد الأمة الإسلامية إنان كهاد لوالا كما مارمان وحن كلو موضوع أوفيري إن لقى مارمان تين لقى هذا له ثمارة أما مرها ما أنت تشوجة أمة الصومالية ما أنت أي كده حنوش أي كده حجرتو إن وحكت المانا أنا ولا مارمان وحلقة مارمانة إنا فيريو هذا كهذا الشيء مشكلة ده بلو جيدي يا أبور كيدي هرا مرها ما أنت أي جوكتنا أد كهذا الشيء حلقوا محوية ويوقفك إنه كأم مسمها قد يد كيس إنتو كهذا شرطي إنتو كهذا إن أنا هذا نبر بوصل بحنين معقول معها ويكسر هرجة ده نظام كأكاديمي قاعدون ويكسر هرجة ده مركن نظام كأكاديمي قاعد وحولية ريسيرش سميه مركو هوري سميه هايبوثيسيس واحد اللي يراهدو مركا هايبوثيسيس سميسو ثيوريتيكالي هادان اوفرم غري مركا ثيوريتيكالي اوفرم غري دو ريسيرش سميه امبلمنت غري مركاسي واحد فرم غري سي كل كاد امبلمنت غري ميد ريسلتيكا سو بحاي ايفالويشن كو سميه ايو ليه نظام اكاديميغا هو سيدا وي كوسامي evaluation يا assessment كوسامي نظام كسيدا سولي مركو وين ان كهاد لا كيس كصومالي ذا مركو وجوه الرئيسة وين ان وجوه هاد لا بل فريم ورك يجي سوحة أو يهين ان كهاد له وما حي
قاعدة يا صديق أو كتاعي كيس كان مشكلة ديس وحندوانا يا مركب حنصو ساري لح صدن بندي وأنا أركانو إنا يتهاي مشاكل كجوهر كيس صدن كاب بندي وصدن موضوع عن سمي إلى هذا الله باتن حبا أيان كسمي طبعا كلا تنويدي مني كل كصدن موضوع إنا كجها هذا محاضرة أما الله إنا كجها هذا لاهي مستحيل عقل جنا وديدية وقت جنا وديدية وحان جو أنصدى مركا إنا كجها هذا لو بندي كو بندي لبا بندي صدح إنا كجها هذا لو أنصو كوبه هدي أن تايم هو هلا أنا وجا هذا لو إنا وجا هذا لو one topic another time وحان ما أنت مركا سو قاضية سيدا أو كصو باللودي كيد كان زراعة أما زراعة المؤامرة الكفار سيدو كسوا باللوضي أو ذو أكسونتهم مثلا وحان مركز رجينا ينكسي أفافانيا هدي وقت إي سامح واي إنا انكهد لو صدح ذا موضوع ونسكو حري هدي إي سامح واي وقتك هكودك من هالموضوع انكهد لها كودك من مرنبا هدي ران كاقد ديقيا أنا من بالله من بان كاقد ديقيا صدح ذا موضوع هدانا انكهد لنين يعني هل توبة كهاد له هكودك من هنا قادنن هذا دوبه تنا عجلة دي سقر بنكو صدر يسوي ويديسو لكن مرنا بها قادنن هدان كجهاد له هل موضوع كريا وايو ريسيرش جو دائما وحولي هي وحلي يراه دو كونكلوشن بولي كونكلوشن كل ميت كأن دون يوي إن أنا جهاد لقد يدا مركا هكودك من هدي تام كويس هامي حوايو معركة صاد حمرتي دتك مسلمين تا مركا يوروب كسو دولين دتك مسلمين تا يا جالدا وجيال فربدان أي لحي لكن مقصد كيدو أو أها إن دتك مسلمين تا يدين تودا لك على دحقلا هذا الكمركي دمبيتو كونكلوشن كهو أي قاتين أو ميلول بأي ورياقين وحو أها قبشدي لقبتي ملك فرنسا لويس التاسع أو مصر لقو قبتي أو كحرنا مدو مدينة المنصورة مركي دمبيتنا ما دام او اها ملكي فرنسا اما هجاميه فرنسا او اها اي فرتين واي فرشوكو قتين مركي مصر اي كيب سديد مركي او نقضي اساقا ايا وحا لويدي وحا لدتك المسلمين تاقا عانتا دو قشي ان بدن وينو لدقا لمين محا تلاو هاد مانتا بحين ايسا او وحكو اولا وحو يري هذا الكي ان اذن اران لها waxaan idin ku oranayaa konsiiliyada gaarka ama staffka gaarka ee siyaasadda ayaan kula hadlayaa buu wuu kula hadlay wuxuu ku yiri hadii aynu nahay duwal Europa waanu ku jabnay buu yiri dagaalkii silaax aha ee aan hubka isla hortaagnay dadka muslimiinta waanu ku jabnay تقال كأن يسلوه تاجنين السلاحها وانو كجب نيبوية مركب مردم بها كل دقة على مننا سلاح عسكري أو محض بها كل دقة على مننا سلاح هب عسكريات أو كريها كل دقة على مننا بوية حال كل دقة على ما بالير واحد كل دقة على تام بوية عقيدة ذو ذا كل دقة على ما أو أم مكمن قوتهم بوية فيهم ده كان مسلمين تا سلاح بيليهن هب بيليهن أن لجبي كرنين مرنبا مركز سلاح هاسا ساقا قعنتو ذا يقلبي قو ذا مسكح ذا إن لقا سارا ويبوير وامح سلاح هاسي سلاح الدين والعقيدة ويبوير مكار إذن وحا أو سمينيكي دوني وحاو نغض واقعنا المعاصر شن محمد قطب أياك هذا كتاب كيس واقعنا المعاصر صفحة هذا بقول يو سجاشن يلي حسنا في لي وحمرك الله قرر يسدان صوص عطه إن عقيدة يدين تجعل كذا يو حماس كدين تإسلامك إن لقى ساره لقى ندقه مسك هذا يقلوبته دتك مسلمين تا إن لقى دقه وح الله وحي وسائل لو أديك سكر كيس كسر سجى لو أديك سكرنا إن لقوا إن لقولات دقمه وأن لدب دقنين وأين أن كل دقنا بو يري أساليب فربدن أما بروسيجرس فربدن
oo lagu la dhaqmayo hadii mid shaqeyn waayo mid kale taa inuu shaqeeyo bimaana aakhar hadii hal muassasadihi ama hal kooxi ay ku fashilanto waa inay kooxaha kale ku najaxaan buu yiri asagu marka caqiidada islaamka oo adiinta islaamka qofki u haysta markii caqiidada laga hadlo in farac laga hadlo diinta kamida kadaabun wa alfu kadaab weya diinta islaamku تساوي العقيدة الإسلامية لا اقتصادا كبح حكرين العقيدة الإسلام كقفك مسلم كأوليه ولا جيش كأسكري كان كبح حكرين ولا سياسة كبح حكرين ولا مامل كان كبح حكرين ولا تعليم كان كبح حكرين ولا دقن قوس كان كبح حكرين ولا دقن كجنس كان كبح حكرين ولا هذا الكعام كان كبح حكرين روحي كسارنا كذاب وألف كذاب ويان أنا إذن لتها دليلك هذا برهان كذا دون إنسان واندين برهامينيا وأنا أنا ندين تصيا ما دام بنتي لقوع عقاب يقف كمسلم كا رنتنا لقى أبا المرنيو هذا القف ككل يهدو كنا بتجلي ويفعل وكنا بتجلي وكلام الله هذا ندين تعاقيد هذا وافقين أبدا بندك كلا إيه الله بات يا يكون تلاقي لين دين الإسلام كله وقف ويا قلوبته يوم مسكح هذا دتك مسلمين تا إن لقوا دال دالو أو لقوا جاس جاسو wax allaala wax diinta islaamka wada ee wadaadada la yiraahdo in lagu jeesjeeso macallimka dugsiga laga soo bilaabo lagu dabaqo ilaa iyo muftiga ummada lagu dabaqo oo ninka wadaadka lagu jeesjeeso diintana lagu jeesjeeso dadkana loo tusiyo inay yihiin dad raqiisa iyo waxan qiimo lahayn in loo tusiyo waa midan wada ogsoonood ogtihiin wadaadka marka la yiraahdo kelmadda ku dhagan waxa weeye wadaadku muxuu rabaa waan wada ogsoonahay taa waxaa loo ictibaariyay oo la yahay la gaarsiiyo wadaadku daa'iman waa inuu ahaadaa daciif aan taag lahayn oon dhaqaale lahayn oo aanan maamulka ku jirinin oon mas-uuliyad loo dhiibinin oo meelaha iska bunaysta bilxarf alwaaxid waxa ay ku beereen oo la yidhi dadka lagu beeray quluubtooda iyo maskaxdooda wadaadka waa in laga fogeeyaa siyaasadda dhaqaalaha maamulka تعلينتا تلمامد قالتك كل وإن أنا شغل كويا لنن وذاتك أي نقطة وذي فديسة إنه مساجدك كتو كدو الله بارك أنا كسو قيب قالوا وحيد انت أنا أود عيو انت كليتا مركي موضوع على فيريو نيكا قال كالي ريه داهي ايدا ميالا بدن نواكولي يكمان لحن هذا إنه قدالو فير إنه دينت إسلامك markii talyaaniga ingiriisku noo yimaadeen maxaynu uga dhaqmaynay isweydiiye intiinan meesha fadhidaahi gadaal isweydiiye ingiriis iyo talyaani markay yimaadeen dalka soomaaliya ay soo galeen maxaan diinta islaamka uga dhaqmaynay isweydiiye wixii aan diinta islaamka uga dhaqmaynay hal xaba kama aanay taabanin oo maxayan waxaan uga dhaqmaynay kolkaa isweydiiye waxaan uga dhaqmaynay ilmaha malcaamada loogu dhigo geedka hoostiisa ما أنا تابنن وحن وجد قميني قبل يويل كيس دوني يلس كم هريو ما أنا تابنن وحن وجد قميني مساجد كسلاة اللي قلت كده ما أنا تابن جمعة أنا اللي تكده وحن وجد قميني أيضا ضد كيد حل دنتا ما أنت اللي دوجو سي إسلامي اللي دوجو ما يتابنن وما حي سمين وحي يرهدين وحي عدنكو أتكون دقميدين تعلين تهديتها وحد كيسة تنجيت كدكس القرآن كين الجيت ككوس لكتان إذا كمر ربنا عنك مساجد كسلاة كتو كتان إذا كتابة ما ين عنك هوان كي ويلاش قبلها تكون مهريدة ينان يو ويلاش أنا إذا كتابة ما ين عنك لكن واحد سماي سينا ولي بهذا رتان محكمة ده سماي سانو فرع أو مهر كي اللي يريها دور دحال كان إذا كسيه هنا واسيه لكن وما إيمان تلياني هسوي استاجا قف قال أيده أنا قرط بقى إنه نويمي أيده توك جعنت اللي جويو تلي أنا نوما إيمانين أيده زاني جي لحد لحدو تلي أنا نوما إيمانين أيده قاتل كلا قصاصه تلي أنا نوما إيمانين أو نجمع قادنين أيده مدارس نور دسينهين تلي أنا نجمع قادن أيده برلمان سياسة نور دسينهين تلي أنا نجمع قادن ينجريز كتونا وحويري
أنت تقول رغم إذا هايستا لكن أرينا أن الشغل كله هين أدينكو أيان أنا وسماي سنية بوليس نمين ليرها سماي سنية محكمة دو حليرها هذا سماي سنية إسكولان أنا وفرانية وحين الشغل إن كتاب ما يعني وحين الدين تزوما شغل إن كتاب أنا مجرد قالت كاس مارك وقالت كي كده عندك مسلمين تاي ويتعلن تا إن طبقاني أود نظام كاس لي ماذا جهلي كأهي عندك كان waxaan rabaa marka inaan ka soo qaado in alfaad qariban oo wadaadka la yiraahdo lagu dhajiyo yaani dadka diinta wada waa wixii ay talyaanigu ay ingiriisku ay qarireen markii yurub ku soo duulayeen oo diinta islaamka laga fogaaynay arinta ayada by the way way ogaayeen talyaanigu ingiriisku ruuxa wadaadka la yiraahdo kii la dagaalamay ayaga inuu yahay way ogaayeen محمد عبد الله حسن بالله ده قال لمي ما أنت مركز أو شامع بالله ده قال لمي شيخ حسن برسم الله ده قال لمي نن أن الله ده قال لمين أو وداد وحي الله ده قال لمي تلياني إنجليز الله ده قال لمي وقوي وكفر بوحيهم ودادي أهاي حتى أم حارض وحي ده قال لك قواد ودادي أهاي ولا ودك سوين هذا منتو مد مد بيقول الله ده قال لمي شعر الصوفي كل جزء الله ده قال لمي أم حارض أسوأ كسوة قاعد يسوي دلو قرنتا ودلو سوي تاجه حتى وداد كوي يقانين ninka diinta la dagaal kula dagaalama oo umada ka xoreynay inuu wadaadka way yaqaaneen walidaalka waxa yiraahdeen wadaadka waa in geed baalalka laga rifaa oo umada loo tusiyo inuu yahay wax raqiis oo qiimo lahayn si kaligiis maanta goor loogu faquuqo oo umada inteeda kale looga saaro marka ay alfaada ku dhajinayaan way yaqaaneen wadaadku waxa uu yahay laakiin dadkan kale toona aqoonin ayay u tusiyeen sida ayada waa nooca qaybta la yiraahdo psychological warka loo yaqaano weeyaan yaani maskaxda in qofka lagala dagaalamo oo loo tusiyo picture kaleeto ama sawir kale umada loo tusiyo oo markaas kick out lagu sameeyo oo nafsiyan marka mudayaqo loogu sameeyo oo isagu isnaaco qofka waa nooc ka mid ah xarba nafsiyada ka mid ah weeyaan waxay baneeyeen in nimanka wadaadada la yiraahdo markaas ay mudan yihiin maadaama ay yihiin hadday dad oo iska masaakiina oo fuqara ah oo liita maadaama ay yihiin hadday siyaasadda ka hadlaan ama dhaqaalaha ay ka hadlaan ama maamulka ay ka hadlaan waa niman soo xaran koray jawaabta ay leeyihiin waa in la laayo oo la dilo iyo in la xabiso iyo in waddanka laga eriyo tayib hadow suculuug yahowsan qiimo lahayn maxaa loo xiraa hadowna qiimo lahayn maxaa loo dilaya haddaanu qiimo lahayn maxaa waddanka looga eriyaya haddaanu qiimo lahayn inuu hadlo maxaa loogu diidaya way og yihiin ayagu laakiin dadweynaha la doonayaa in la tusiyo ummadda soomaaliyeed projector haddaan ahayn lahaa waa idin tusin lahaa ummadda soomaaliyeed saddex structure bay u samaysan tahay waa inaad fahamtaan taa ummadda soomaaliyeed saddex structure wey ama saddex qaybood ama saddex daa'iro isku dhex jirta wey daa'iro la yiraahdo ama qayb la yiraahdo wadaadada ama dadka ahludiinka la yiraahdo iyo daa'iro la yiraahdo daa'iratul laadiiniyiin la yiraahdo oo dadka laadiiniinta xukunka soo qaba jiray ah iyo daa'iro la yiraahdo dadweyne saddexdaa weeyaan daa'irada laadiiniga ah waxay ku dadaashaa daa'iman dadka iyo wadaadka inay kala ilaaliyaan oo mar kasta ay wadaadka u tusiyaan inuu yahay mid qariban oo maanta markaysa lugooyaa oo in lala dagaalamo mudan haddii uu ka baxo inta lagu ogaa wadiifada lagu ogaa waa fundamentalist waa maanta markaysa waa terrorist waa kan wey waxayna ayagu lahayn wey alfaadayna ayagu samaynin wey hadalayna ayagu samaynin weeye kolka waxaa daa'iman laga siinayaa waa gaala uhiiliska qoladaan yidhaahda wey qolada gaala uhiiliska ahi daa'iman alfaada ay ka soo qaateen ama kelimaadka ay gaalada ka soo qaateen yay daa'iman dadka u laqinaan oo u sheegaan marka waxay ku dadaalaan dadka iyo wadaadadu marnaba inayna isgaarinin ayaga waxa weeye wadiifadooda ama muhiimadooda koowaad wadaadka iyo dadweynuhu inaan isfahmin marnaba inaan isfahmin wey waayo maalinka isfahmaan dadweynaha iyo wadaadadu maalinkaasi u dhammaatay gaala taageer way ogsoon yihiin haddaba waan ka hadli doonaa bandiga ayaga ah sida xarakaadku ayagu isu arkaan naftigooda xarakaadka iyo dadweynuhu siday isu arkaan naftigooda dadweynaha iyo dowladda dadka ah ama dabaqa muthaqafa ama siday isu arkaan waan ka tilmaami doonaa gaaladuna siday u arkaan dadkan laadiniinta iyo dadka wadaadada iyo dadweynaha intaba siday u arkaan waa lix bandi weeyaan haddii waqtigu ii saamaxa waan ka hadli doonaa haddii kaleeto ha ku dagmina iska sug gaaladu sibay u aragtaa dadweynaha soomaaliyeed gaala raaca ayagoo la socda dadweynaha soomaaliyeedna gaala raaca sibay u arkaan
dadweynaha Soomaaliyeed wadaadada sibay u arkaan wadaadadu dadweynaha sibay u arkaan wadaadadu laadiniinta sibay u arkaan iyo gaal raaca kolka waa la isku dagan yahay marka in la isku dagan yahay aan fahamku meesha ka dhalan laha waxa hortaagan dadka ordaya oo aan iminka ka hadli doona insha Allah ta'ala waxa loo gaamiyay wadaadka in lagu la dagaalamo ilmaha dadka oo ka dhashay in lagu la dagaalamo bimaana aakhar wadaadada Soomaaliyeed Soomaali kale in lagu la dagaalamo waa tabaha gaalada weeyaan waxay go'aamiyeen oo ay la yimaadeen ninka wadaadka la yiraahdo marnaba wadiifa inaan la siinin xasaasiya oo murattab ka heli karo ama dhaqaale uu ka heli karo bal balaayada ka sii weyni waxa weeyaan balaayada ka sii weyn oo dhoobada sii qoynaysa waxa weeyaan kii wadaadka kuwa badan oo wadaada la yiraahdo in quluubtooda la cabsiiyo laga dhargiyey inay lagama maarmaan tahay haddii uu rabo inuu ahlu baraka noqdo oo ahlu kashfi uu noqdo oo ahlu karaama inuu noqdo uu rabo oo haminkii inuu riyoodo uu rabo oo dadku inay jecladaan uu rabo inuu faqiir ahaada inay lagama maarmaan tahay wax bunka badan iyo cambuulo inaanay wadiifadiisa noqonin waa la cabsiiyo waa laga dhargiyey haddaad caawa adoo cunto fiican cuna seexatid balaaya kuu dhacdo subax adoo baraka darma soo toosaysa ay ka dhaadhiciyeen waa musiiba haye dadweynihii in badan baa taa u aaminay in badan oo laadiinintana waa siday doonayeen way ka dhaadhiciyeen kuwaasaana wadaadadii runta ahay marka iyaga agtooda bandiga kaleyta waxa weeyaan waan idiin sheegay bunuud aan ka hadlayo mid walba baxti gaar ah u leeyahay in dadka loogu yeero in la gaalaysiiyo oo la jeclaysiiyo xerada gaalaysiinta sidee baa loo gaalaysiinaya dadkana loogu yeeriya diinta gaalada dadka waxaa la jeclaysiinayaa dhaqanka iyo akhlaaqda iyo nolosha iyo siyaasadda iyo suluuga gaaladu ay leeyihiin si taa loo sameeyo waxaa la furay madaaris la yiraahdo madaaris laa diiniya oo aan diinta wax shuqul ay ku leeyihiin aan la arkinin madaariskaas kolka laga furay bilaadul muslimiin ama soomaaliya bidaad laga furay talyaaniya ingiriisiya ay kulli fureen waxay qarireen qaraarkaas lagu fuliyo soomaaliya waa midkii arol twembi wasiirul khaarijiyihii ingiriiska markii la qabsanayay masar iyo waddamada muslimiinta aw keenay ee baarlamaanka la keenay ou yidhi dadkii muslimiinta ahaa waanu ka qaarib noqon lahanahay ee sababtaan uga qaarib noqonna weyna waa maxay nin baa kor u qaaday wuxuu yidhi kitaabka qur-aanka wey waxaan uga qaarib noqonay nin baa ku soo booday ra-iisul wasaaraha oo lugta u saaray wuxuu yidhi kan miya dhulkuu la dhaco uu ku caroodo oo lugta u saaray arol twembi oo kitaab yaroo jaamacaddana la kugu dhigi jiray qoray iyaa wuxuu ku yidhi stupid baata uu ku yidhi anoo ku respecti garaynay oo aa tahay ra-iisul wasaarihii waddanka haddana stupid baa tahay buu yidhi qadiyadan kayska muslimiinta markii la fiiriyey kitaabka dhulka la dhacday waa waraaqow yidhi waxba mushkilad ma lahan buu yidhi kan lagama saari kara buu yidhi kan lagama guulaysan karo haddaan quluubta iyo maskaxda dadka muslimiinta laga saarin buu yidhi waanu ka saaraynaa buu yidhi waanu baabi'inaynaa waanu la dagaalamaynaa maya buu yidhi beentaa weeye buu yidhi weyga looga saari kara iga dhagaysa buu yidhi anaa iminka la noole waxaa looga saari karaa buu yidhi inaanu ka furno iskuullo ingiriis inaanu xagga ka furno ruux alla ruuxii elementariga dhammeeya inaynu siino shahaado isla markaan annagu aan shaqo siino ruuxii elementariga ka soo baxa inaynu shahaado siino isla markaana annagu aan shaqo siino isla markaana aan person contact person aan ka dhigno qof kale la xiriirayo mujtamac inaan ka dhigno ayaga kalaam saliim markii sidaa la sameeyey ee shahaadada ibtidaa'iya la siiyey ardadii ee shaqo loo qoray nimankii maanta azhar ka soo baxay ee culimmada ahaa iyo kullina wax koob shaha u daadinaa la arkinin nin walba wuxuu yidhi izaay alxikaaya ee marka alxikaayatu waxaa la yidhi annaka ma cindaka shahaada ibtidaa'iya yaa sayid yaa bee mina xasilha taxasil madrasa diya daali kitaabkii qur-aanka u dhigay qamiiskii u dhigay madrasata ibtidaa'iya u aaday adult school buu aaday haminkii la galo seeraalaha midkaan u dhihi jirnay
شهادة ابتدائية للسوسيي وحال يري قاضه ما أنت ماركي ساعة 30 جنيه قاذا لي أم الله الدنيا الجنة فتحت من هنا الدنيا فتحت من هنا الله ما شوف ما حتى ما حلمت في عمري بويرا أني أخذها 30 جنيه بالشهر وما الأزهر إيه 30 جنيه سيقول باللعبتي قميص كي لحوري يقر كي لحيري يسيقار كي لعب يدين تلسيقار توري هل كاسك باللعبتي وقد يدي زوبة ويان أو يروح واحد يشان هذا ربطان في المقال أنا أسكدك تان لو قد يراها قاتب وير بيه قدود كان ورابة دبا قدود كان روقة جورنال كإبسده هذا آخر كرين فريه نوح نحيوير سلو قوم علينا تهر المقال ده المدنية بوير ها رير مقال ساسة تكون نقوني سان بوير مركز سير رير مقال لأيدن كوكو أركو سيدي سيدي راعة بوير سدح سدح سور راعة سيدي سيدي دريرة ما أنت مركز سابارر كتاقة بيه قدود كورا بوير دبا قدود كان روقة ما أنت سروال جورنال كس إيبسدا حتى أغري أقوان فرويا نوع نوعي هل قوار كأنها تقانينا تفرير مقال ناتا أنت وهي بير المقال نبت كلام جميل أنت أمركو كده دعيي وحي نقطة مساردة نن الله ننكي مركي ابتدائية شهادة ابتدائي قاتي وحي نقطة إن لا توظيفيه ننكي عالم كها وتفسير كي يقانو حديث كي يقانو فقه كي يقانو توحيد كي يقانو اللي يراد ما عندك ولا قرش تاسع كانت مرك إن سلاح إن لا سمايو أو حملة لا سمايو مدارس لا دينية سي أوقف كي جرو وياشو أو مكانه وياشو أو بابور وياشو أو سياسي أو نقضه أو سمعته وياشو أو ضابط أو نقضه أو مثقف أو نقضه وحي على شيء معيشة سكر وكعده حتى هذه الشهادة ثانوية أنا وهاي سنين وحي نقضه محترمة او ما انت اللي يرادو ما انت ومتعلم اللي يرادو وحلو دياري زراعة دي وجوه الرئيسي ان لو دياري ما ملك دتك يا سياسة دا ودنك يا امدة تلاذي ده ننك الشهادة دا ابتدائي قاوة ان لو دياري وان مرنبا لو دياري نين دتك او ما انت عقلي قاله اما دين تبرتي مرنبا اناني كسو قلنين قاموس كاس اناني مرنبا لقسو قرنين ايه لقا سارو مشاكل كده عمرك وحياة صومالي ده دولد وجوه رده مركي اللي سميه ده جهالة برلمان كل اسكو كاني لكن انتي تليانك انجريس كبوي جو واحد كريه وي هل ودات او كريه لقمة صادرينين هل نينا او كريه تحب كل نوع الله فيرسانة يا بالكف بالكوار ما دين كانتا وانتي وده فاسد كاهد وي محايا لسي ده اللو دياري وحال لوغو تلقى المرك إن لا تربية يو أضيال كان ماشى لك يانو كاب قبيلة ده ولا سكوب بريء ولا هكال برمان كان ناطق بريجة وحال لقدم بيسين مدارس كان ابتدائي جاه اللادين جاه إن أجيال فربنا دياريان أو لوجا كافتو ما كاب قبيلة ده يا إرما عن كهذا دونه لوجا كافتو ما أو فربنا أو اللادين يهندت كدين تكلت دجالما يا أسكر دين تدت كلت دجالن تا إن لا دياريو أيوة أها وزراعة اللي سمينا يي oo maanta askarta dubada la diray rush iyo talyaani iyo lagu daldalayay iyo ingiriis loo kaxeynayay inta iyo maanta borso studio la diray dhamaantood hadafkeedu wuxuu ahaa in ajyaal farabadan oo ninka cad bedesha xaga midabka laakin dhaqanka kala mid ay la diyaariyo waxa loo la dagaalamay ninkii diiniga ahaa maadiyan iyo macnawiyan iyo siyaasiyan iyo iclaamiyan iyo iqtisaadiyan intaba waa loo la dagaalamay dilan kasta waa laga la dagaalamay waxa laga soo qaaday duluf aanan waxbana goynin shaqo aanan ku lahayn ku ek masajid keenu ku tukado loogu yeedho bunaysiga allabariga iyo xween meheriska iyo meejood xabaalida loogu yeero that's it wax kale shaqo ku leeyahay malaha haday kumanaan yihiin iyo haday hal yihiin waa isku daraja kulligood oo idin isku daraja way wadaad ninka la yiraahday dawladda iyo dadka minna shaqo ku malaha واللوجي ذنو والبابا وذاتك والله قال إنه ذاتك صبر بريه وشحاده وح هذا لولا دك الله ما يانا وذي فدي لو قيد بديدين هين وي معنى هيد مركو وين أتوقعت أنت ذاتك إنه صار شحاده هوين كده وين هذا إنه رأسه ذو بصيرة كده برأسه ذو ما لها أو ما تبونيس إسكعونه أهلا وسهلا همين كنا إسكعت رأي that's it وروام حيت مصيبة داسي
وحوي إن لا ديرو مركي تعلين دد إن تعلين دد بدل الله قدره نمان كي لا ديرو مركي يتليانو كنا ديري إنجليز كنا قاضي أو فرنسيس كنا قاضي محي صابرتين طلهم وحي صابرتين ما أنت نوكلير ساينتيستيال ميك صابح فيزيكس كيمستري إيو ما أنت ميديسين يمي صابرتين ما صابرن 10% كم صابرنين وحي ميشة تجي 10% كم أي صابرنين فيزيكس يميديسين إيو كيمستري إيو كم أي صابرنين يا ماثماتكس كم أي صابرنين أي وحي صابرتين دمانتوت محي بوي فرند جيل فرند نيو الباء waxuu soobartay boyfriend girlfriend hadii la qurux hadii sida kale loo bedelana zina soobartay waxa la soobartay al khamr waxa la soobartay qamar waxa la soobartay film qariban iyo dowr cinema sida loo sameeyo iyo sariqta amwaal al umma sida maalka umada loo xado iyo sida maanta markaysa dadka diinta loogala dagaalamo loogana saaro oo qudwo xun loogu noqdo intaas soo barteen in loo dunmo oo la buuxiyo la biiriyo safka gaalada in la biiriyo dhamaantood mid walba miisaalan galabta idin seenaya hadii waqtigu ii saamaxo dhamaantood nin baarlamaanka ku jiro jiro sheekh aha ayaa iyo nin kale oo wadanka mar madaxweyne ka aha ninkii siiradii suficneed in la qariimaa aadan cabdille ayaa waxa uu yeelay nin walba wiilashiisa u diray scholarship uu diray marka aadan cabdille ilmihiisa waxay soo barteen hindise iyo medicine badankoodii soo barteen waa la ogyahay minkaba ninkii kaleeto sheekh ahaa aadan cabdille marka sheekh ma ahayn asagu ilmihiisa marka waxay soo barteen cilmi maadi ah oo lagu shaqeystay soo barteen engineers iyo medicine iyo dhaqtaris iyo waxaasi soo wada noqdeen ilaa aakhirkii ugu yaraa ninkii sheekh ahaa wuxuu yeelay wiilkiisi wuxuu soo bartay music iyo maanta dowr cinema ayuu soo bartay maalka dabaal qabsaday ala shaale adigu sheekh aad isku magaalana waa ka yimaadeen labadooda adiga sheekh baad ahayd ninkii kaleeto aadan cabdilana nin sheekha ma ahayn wiilashiisa asaga waxay soo barteen cilmi fiican dadkii wax taray adiga wiilashaad maxay music u soo barteen wuxuu yiri inta fikir cabaar oo yiri maxamed idin sheega ha ilaahay qofka laba meelood iskuguma dara buu yiri anigu aadan cabdillaan ka fiicnaho yiri wiilasha aadan cabdillaan wiilashaydi ka fiican yihiin intaasuu ku dhammeeyey yacni kharaabkii halkaasuu ku dhammeeyey bis waxaa la soo bartay sida ummadda loola dagaalamo qulubtoodii waxaa laga soo buuxshay xiqdiga iyo xaasidnimada iyo la dagaalanka diinta islaamka laga soo buuxiyey nin waliba isagoo diinta islaamka nacab oon la tusi karinin oon xataa ogolan aabihii hooyada inuu la noolaado oo dad liita u arkaya ayuu imaanaya waxaad arkaysa nin jaamicii soomaaliya oo degaya magaaladii oo aabihii hooyadii ku nool yihiin oo le keligay baan qol kiraysanaya oo qolkad keligaa kiraysanaysa muxuu ahaa gabar baa keligay ii shaqaynayso anuu ma rabo dadka inaan guryaha la dego wixii aan sii karana waan siinaya meesha balaayo kaleu soo bartay kula dhuumanaya balaayo kaleu soo bartay ayuu meesha kula dhuumanaya khidni buu samaystay khidnigu waxa weeye gabar hoosaad buu samaystay waalidkiina arkaanna waa iska ilaalinaya biyihii kulnaana waa soo bartay khamrigii wixii xilkaa dhan rabo noloshii yurubkii uu ka yimid oo rabaa inuu ku noolaado waalidkana uu iska qariyana waa doonaya xoogaa yar laakiin ma rabo inuu marnaba noloshii islaamka inuu ku noqdo ma rabo waxaa kaleetoo ka mid ahaa takdiidka zaraacada ummadda muslimiinta in lagu haayo ama ummadda soomaaliyeed in lagu haayo faqrinimo in lagu haayo daa'iman faqri in lagu haayo faqri mudqica in lagu haayo daa'iman oon loo ogolaanin xataa dhulkooda inay beertaan ayagu biikhtiyaarihim inaanan waxba ku samaysanin waxay ka mid ahay qaraarkii la sameeyey si ay ugu noolaadaan daa'iman baryaha gaalada siday ugu noolaadaan daa'iman soomaali dhulay qabteen wabiyaal bay qabteen waa ogtiin kulligiin oo dhan beeraha haddii xataa iska beertaan waa ku filantaa dhulka ay qabaan zaraaci wax la qiyaasi kara maaha laakiin looma ogola lee leanna wasaarad kasta waxaa loo keenay la taliye la taliyahaasaana amar buuxay otharity lagu siiyey wuxuu asaga qarinay maan wax kaleta inaan la samaynin waa kuwa la aadaayay 60 daahiya dhaqaalaha ummadda iyo maamulkeeda la aadaya wey waxyaalihii laga dhigay waxaa ka mid ahaa ummadda in lala dagaalamo in la sameeyey shahaadaadka iyo madaariska marka la dhigay
إسلام كيوردن وحالك سوق هذا مادة ليرى مادة الدين سو سيداما مادة الدين بالك سوق ريب مادة ليرى كل جذور مادة الدين أو وح الله وحي تعالى لا أقولن وح الله وحي تعالى ما يقانه وكتاب يرى أفر باله كان سوق رحتين وإذا ديها نقرنين ها ها تي هذانا حاجة لسيدك كل جين سكولا سوق هذا مرتين هو وان وجن هذا مانتيا وح على ديك شري مادة الدين قال ليرى هذا حسدا وجودا بيدا أو إلما صفرت كودا كعسنت على ديجتر ورمرتها بسبب أنت وين حسدا وجودا بيدا إسقول كمرك على جرة واحد حسدا وجودا بيدا إسقول أيام على جرة جاية أولا ولي لما أعرف مادة الدين وحسدا إلما هو قراءة أي كدر سينه لصي ولي لما أعرف أما حسدا لا بالله جرة جو أما تنسى حال لا جرة حتى لما أعرف آخر الحسة أيام على جرة أو إلما صفرت كودا كعسنتها أي وده حنات سينهين لما يقيب سمي جيرين مركا علمه وحي يقيب سمي جيرين ميد جدار ككبو دو يراد ماذا دي دين تالي ليه جدار ككبو دو بلك يراد ايو قار دولك اللغاها كحوغا مركا ويداتكو هاد لي قلاس كورن شحاف باكا يريسي مركو حباد مغلوايا ساقن ايوح مغلوايا ايو لي اريدك بح لقو مدعو لقو من نجحو لما اسمه سؤاله مرك وجود ما إذا معلمكم مسائل أورا لهم انتقار ويدوي را كل ما هو إذا نجح ذي أنس كبحة ويا أوجي إن هدوي راح تواد على إني نحب دنا كلاهين وتخطيط خبيثة أنت وحاسيدر وحي مرك إذا بيتو أو أيامي وجود ما يروحون معلم بما معلمكم كقل لفسيه وكدر قل لفسيه هاي أي يروحون ما دذي نفتي جدي ما دذي يوم مكروه وقت قال قدي يوم مكروه معلن كي ديغا يوم مكروه ولا جعلين انت اسكو درسته وحي نقطة بلايه بلايه لدو صار هذا ارضك استا انت انا ماشي في هذه اللي ويدي انت كي ما دد دينك كنا جحا وداد بيدي جرين الماء وا وداد وي وا شهيد وي وا كن وي اساس الفاداس لو استعمال جرين وحي ان دونيا marka inaan u imaado وحي مدارس كاسي بنيين سي اخلاق ده امده لوغا ديلو اختلاط كي بنيين ووطن مسلم عادات كيس لما تحجلين دغن كيس لما تحجلين دين تيس لما تحجلين ومذاهن تيس لما تحجلين لما ويدن حتى مرة نفس مرة لا ماله قبله يويرشي بعد هذا الصدق أو إذا تين يجرع خراب فوق الخراب سلوا قلدة قالمو حشوتك يا كرامدة يا هيبدة يا حتى قيمته سلوا قلدة قالمو أي قبله يويرش إسعين يان ما يسكو فصل ويا wax qiimaha ka soo baxay marka malaha waxa loo gogol xaaray gabdhaha in laga dhigo silca ama badeeca in laga dhigo gabdhii wiilashii bal isku dhex daraya waxna xusuustaa in bergi sambalo shaninki la oran jiray oo ku gaardsiin jiray iskoola bulshada ugu gaardsiin jiray gabdhaha wiilashanta dhexda la isu dhigo in oo sarwaalo xun xun oo qurun aan loo soo galiyo oo ku dhagan إن ما أنت عيالك أفر إلا باتنك ساعة الفادة هذا الكأفك وذا كبحي إلهي من حسابك سبحانه وتعالى وإن مركو سيجي سنة قبر باكا ورئيس مركك لأنا قبر باكا ورئيس وتخطيط حاران أوي ديبو جيس مركي لأنا قبر باكا ورئيس هورو جيس مركي لأنا قبر باكا ورئيس يعني أفسو مالك وحال وير هذا هيتي ديس بال وير هذا إن أننا نقوني بعد عكرت هيتي ديس كوحوي كل كي حوالها روبك إدآن يا حوغا أري يدور أرقي انت لغو دارو أيال إسلادي دي ياسيس كوكو قوقان هيتي ديس بالير هذا مركه وهي هيتي ديس وين ارغنا مركه مري هادي وحا لا سمي مركه اوو دنبايساي غريها ليرا غريها قروخته غريها قروخته ان غبدا ليرا هادو اوردو سيس او سوسو على ليرا هادو سراكيشينا فيرسانيا مسؤولينتي دولته فيرسانيا او ما انت مد لقبا يميدان لقبين با هلكا سيدي غالدي او كليتو لاغو داوودو oo markaasii la yiraahdo taasa sidaa waakeed taasa sidaa waakeed taasa sidaa waakeed karaamada gabdhaha halka lagu dilo kuwa dalana aanay ka hadli karin kuwa la dhashana aanay ka hadli karin ki qabana aanu ka hadli karin taasna ay keento guriye far badan inay sidaa ku duumaan dad badan akhlaaqdoodu sidaas ay ku baabaado si ay isha uga dharagsadaan faasiq kasta iyo mujrim kasta iyo laciin kasta si uga dhargo in laga dhigay wax isku wada furan oo isku wada fardan in laga dhigay oo leeyahay markii dambeeyta waxa tihiin hanti wadaag baa tihiin oo ay u fahmeen wixii aqliga liito dhani inay xataa jirku ku jiraan hanti wadaaga naftiisa.
قضيه ان ما انت اودن ليها مرك حوغا انتاسي وحا ويان مقدمتي زراعتي هريتو ددك كسوبخ مرك انت ان سو شيغي وديالكي وي دمادين هره و حوغا دينت اسلامك حتى هي عامه بها اسكا اهادين وحا سوبخاي مركي دنبا وخي ارينتا ايدا اودي يا علمي دلنيرده هي ارينتا لوو بربارييه يا ودانكي كسوبخاي سداس dadku waxay la yaabayeen mooryaan ba soo baxday jirri ba soo baxay balaaya soo baxday waxay u abayeleen malahan waxay u abayeleen inaanay jirinin waad u jeeday markii loo sameeyay meelaha xilkale meelaha xilkale korkii loo sameeyay waad u jeeday waxay u abayeli doona inaanu jirinin waad arkaysaa adigu markii dambe qadiyadan ku daraya asaasiga aan rabo inaan tafsiiray waxa weeye takfir wa tansir wa tahweet al ummat al somaliya bi akmaliha marka thimarta aan ka hadli doona galabtayto waa taa weeyaan ummada Soomaaliyeed in la gaalaysiiyo ama nasaara laga dhigo ama yuhuud laga dhigo oo lagu gaalaysiiyo wasiilo kasta ee suuragar ah in lagu gaalaysiiyo dhowr baa loo adeegsaday kolka dhowrka loo adeegsaday waxa weeyaan سياسه التجويع الامه وحلا يراها ايام مركه لو دقاقي من ايام الشيوعيه وحيالهن ان كهدلي حتى وا كهريد النظام كي هانت ودا غاهي سياد بره اوملها لقب قبلها وا كهريس سياسه التجويع الامه امده ان لباهيو او لعيريريو او وحي لو دن اي رالي كو نوقدان او عزه النفس لغا بابيو او دينتودا اي قوران اي كتغان مركه دمبيتو ايا لو دياري او بربرات لوغا دغاي بريباريشن لوغو سميي سياسه التجويع waxaa kamida in loo diido beeraha inay sameystaan dhaqaalaha wadankana gacanta in loo galiyo niman damira oo aanan wax aqoon u lahayn kan aqoonta u lana loo diyaariyay sidoo u xad ilaaha oo ayada dhan u dhici laha oo u baabeen laha in loo diyaariyo gacanta loo amdan gacanta loogu galiyo arinta qasdan yaani si rub gacanta loogu galiyo arinta ayada waxaa loo dhiibay وزا مال الله ماشي قالو كسو بحي توك خائنه وان الهي كبقينن وان امد قيمه وحبا ان رسبكت ماينن او وح او حدا موغي وح كلاتو دن او كلي ان جيرينن ايا لو دياري ميل ولبا وحا لو مانتا لو دياريي او كليتو ام واشاس ان لو حدا غعن مجرمين ان لو حدو نمن مستشارين أن الله سمعيه أو وزارة كسنة نمن مستشارين الله سمعيه أما تلين هذا نمن إنجليس هذا يعني إيه كوا أيها النوع عوده ولا دينيين أو نقول بقى وزارة دقاله وحنكو حبا على مالا طبعا سنة لقى صوب حكري ني وزير هاي بري أيها وحويري سياد برا ما هي كتب قايل يعمل كتب قايلين دقاله سومالي دو حنكو رد مالا لباتن سنة دم لقى صوب ساري كريم أف سومالي بكو هذية سومالي بادر ستي دقاله صوب برتي على لي ummada maanta markaas magacaydu wax ku soo bartay kulkaas wuxuu leeyahay dhaqaalaha ummada waxaan ku riday meel 20 sano dambe laga soo saari karin baan ku riday buulay subhanallahi alazim yaani waan in loo soo diyaariyo markii horeba oo markuu qabanayo ku tala galsana oo saacad walba sida u dabmiray xageebo markaa ka kaalmaynaya oo ka taageeraya ummada iskor uga soo kacaysa nin kule waxaan dhulka ku xabaalay 20 sano meel aan laga soo bixin dhulka u geeyay ninka kule xageed geeyay markaa dalkaasi لا حول ولا قوة إلا بالله. وحال سمي. وأدق علينا كل جمود أكسونتين. روح حديد مالك الله حدا وإذا دماغ حواجع لقى أوري. أما كذي وإذا هيسكن نقد حواجع. وإذا أيضا شغب اللي جيتشرين. نينك حتى أنت سكول ذاك لو حكى صوب برتها سلادة سوق تكال لأركو. أما ديدو دي يراد روحا ويتوج ويمس عنا يسوع. إلا يراد كان شغله اللي جيرين كار قبها دقح ونقول نقد كي كري كي هو صور دقح ونقول نقدي. حجر عثر ونقد توج ما أقوله. hadii aan runtii silsiladu ay socoto waa in midkan wadaadka meesha laga iriyaan kaarta qaba waa in shaqada marka laga fasliya maxay yeelay tuugadii buu ka qayb gali diiday waa wax matare waa doqon weeye qoyskiisa nacab ilmihiisa nacab kuwa la shaqeynaya nacab way waxba soo xadi maayo waxna qaadan maayo waxa aan bandiga kaleeyto نيول با وخه فورته وزير كاستابا وخه فورته اكاونتي او كفورته امريكان دولار ايو كفورته دبده و
waxa la wixii dhaqaalaha umadu ay leedahay halkaas ay transfer loogu sameeyay wasaarad kasta ba marka waa gacan maranta ki wasiiraha yimaadaana waa ogyahay tiyoor awl sida u soo baabashay tan dambe uu yimina wixii asa gacanta u soo galo leeyahay wax la isku qabsaday wax la isla xisaabtamay midna ma jirto wadan kulligiisu dhan sida ku sameysan weey oo dhac u sameysan skyline meel la yiraahdo virginia ku taal ayaa galab inaan soomaali ah oo meesha wax ku baranay jaamacadda george mason ka baxay ayaa yiri kaali waxbaan ku tusanayaa waxaanu nimid dhismo lixdan dabaqa ayaynu nimid oo aswaaq xiran leh benagonka hortiisay ku taallaa marka la fiiriyo sharlton xaafadda yirahday ku taallaa kolka waxay leedahay suuq xiran bay leedahay oo meesha waxaa wax ka gatay oo keli ah dadka meeshaa degan kaar baa wax lagu kala gataa lacag kaasha lama bixiyo kolkaasuu yidhi meeshaa gala tayto aan ku tusa lama geli karo kaar lama haysan anagu ma deganini maxaa dhacay baan iri meeshaan waxaala buu yidhi dhowr nin buu inta magacyado tiriyey nin walba wuxuu kuleeyay dabaqa nin walbaan wuxuu kuleeyay intaa nin walba intaasuu kuleeyay shirkadahaasana maamulo intaasoo ninaana ku shaqaysata midda ugu yarna 150 million baa laga bixiyey buu yidhi oo lagu gatay shuqadii nimanka u tirinayo saraakiil dowladda ama sibil ha ahaadeen ama military ha ahaadeen saraakiishii dowladda way waxa u tirinayo magacyadooda sheegay subxaana allahi alcaiim gaal baa ka shaqaysanaya gaal baa cunaya gaal bay ka dhisan yihin dhulkiisii isagaa ku raaxaysanaya nimanku marka waa joogeen waddanka ma ahee kama dhalanin mana aha waayo ninka waddanka muwaadinka ah xataa wuxuu dhihi lahaa xoolaha aan dhacayo si dadku uga shaqaystaan nafta waddanka aan geliya u odhan lahaa laakiin daartii wuxuu ka dhisanaya waddan aan waddankeena ama ingiriis ama tale wuxuu ka dhisanaya maanta sbain iyo switzerlandi ama maraykan uu ka dhisanaya waxaa ka shaqaynaya nin gaal ah ku hoyan maayo xataa ma joogo yacni kan nadiifinaya iyo kan ka shaqaynaya iyo kan ka gatay iyo kan maintenance ku samaynaya kulligood inuu wada gaala weeye nimankaasuu raalli ka yahay nin muslimi xataa koobsha inuu ka cabe ma ogola markaani waa nimaan isticmaarkii ka daran oo ka dhib badan oo ka shar badan ayaa meesha gacanta u galay waxaan kaleeto aanu ogsoonnahay ummadda soomaalida ah kolkii waxaa igu soo dhacday qadiyado aad iyo aad u cajiiba jiddan tadmiirkan dhaqaalaha la baabi'inayo oo camdanka loo baabi'inayo iyo cisaabaadkan balaayadaha meesha ka samaysan iyo tacliintan maanta markaysa balaayadu ku raran tahay kulligoodna waa laga dambeeya kulligeed waxaa weeyaan ummaddu inay ku noolaato ummad faqiir ah oon quwad lahayn oon xeelad lahayn oon tabar lahayn oon maamul lahayn oon siyaasad lahayn oon waxbana lahayn in lagu hayo kulligood iska noqdaan wax mayd ah oo meesha iska yaalo sidii la doono hadda laga yeelo waayo qofku hadday noloshiisu ay mustaqil tahay oo tacliintiisu mustaqil ay tahay oo karaamadiisu ay joogto ma aqbali karo dulliga iyo ahaanada ma aqbali karo marka waa in la gaarsiiya heer ah gowrac geeda kama waabto oo kalayto oo qofku noloshiisa iyo marka dambeeta iyo karaamadiisa uu yidhaahdo iska noolow karaamo kale kolba ma lihid waa taa weeyaan bandi waa mid kaa weeyaan bandiga labaad ee ummadda soomaalida loo degay makrigeeda oo mirahan maanta guranayna ka mid a waxa weeyeen in hijrada loo furay immigration in loo furay dadkiina soomaalida halkaan aan wada fadhinno waxaynu u haysanaa inuu hijradanadu bilaabatay nidaamkii siyaad bare burburidiisa agteeda iyo sanadkii ka horreeya inay bilaabatay baanu u haysanaa soo sidaa uma haysanno inta badan waxaa laga yaabaa inaan soo galnay 89 ilaa 99 iyo wixii ka dambeeyay in lasoo galay laakiin maya mawduuca research baan ku sameeyey marka waxaan ogaaday 73 nin baa wuxuu qoray maqaal yani american somali studies center ayaa wuxuu qoray mawduuca uu ku magacaabay somali future mustaqbalka soomaaliyeed mawduuca wuxuu kaga hadlayaa sida ummaddaasi markay yurub iyo america north america soo gasho sidii wax looga qaban lahaa oo loo maamuli lahaa ayuu ka hadlayaa waana 73 marka uu qoray marka ma aha qadiyad maanta bilaabatay ma aha nin walba annaga naga mida wuxuu isu haystaa inuu asagu tikidkiisa soo goostay sax isagaa soo gooyo lacagtiisa ku soo goostay
أسجل صوب حد يارد صوب يكون قريستي أسجل هل كان يمد لكن أرنتاسي واحد كتير مد واحد اللي يريه هدو إنفارس من أنت أي كتير مد واحد لقو قص بيو سنك لجاج اللي يويان أدو أدو أنا أوجي سه نظام كي شو عجها نفتي جيس سوماليا لك يعني وحوا ها نظام نلقو تلاجلي إن دت كم مضايقات لقو سمايو oo ciriir badan lagu sameeyo oo shaqooyinka laga eriyo oo stability ga laga dhumiyo oo iqraarka istiqraarka laga lumiyo oo nolosha laga lumiyo oo amniga laga lumiyo oo qof walba xabsi loogu garaar daayo oo qof walba shaqada laga eriyo oo ilmi wax u siista la waayo oo kulligood marka dispersion wax la yiraahdo lagu sameeyo fak la kala siyo la kala tuuro iyaga dhan waad ogsoontihiin dhammaantiin waxa ku khudbayn jireen nin wax yaqaana oo iga soo horjeeda waxa iga fiican mid guul wada ahan xalif wax ma la aqoonin baa iga fiican هنا شقيسي سو تخطيط ما انتاس وتخطيط وي لكن انا ما انا اوجين انا تخطيطها ما انا اوجين لكن تخطيط وي ما حد عي وحال بلابي تضبط انا ذي بلابي دكي او دولتي وشغين او متعلمين تاها انت مجرمين تاها ما انت ودي كانت انا ودنك كعرران او ودا ما عرفت ميد ادا يو ما انت ماركيس ميد ميلها افريكا اسكا ادا يو ميد بيع مشتري اسكا غلا يو كل غود بول بالك كل شيء بعد مقليسا نينكي يو كابتن او هدر عصوبه دلنيرا نينكي يو ما انت ماركيس وروح ما حبل ايدان حاجه ودنك وسودا هدي دتك متعلمين تها لو يري حاجه اديه وحضر كيس كورنيل صوماليا اي انا اسبيتال كان كشقين جيره مستشفى القوى الامن نين كورنيل هو صوماليا او تابر لوغو سو ديري سعوديغا لوغو سو ديري ayaa waxa uu sameeyay markuu tababarkii dhameystay ayuu wuxuu meesha ku noqon maayo markaas wuxuu qortay waa Cornell Soomaaliya wey wuxuu qortay security gaar intee yimid boo meesha ma doonay inaan ku noqdo waxaan doonayaa security gaar inaan noqdo waa markaan jaamacadda ka baxay 7/8/2 saana maxaa kugu kalifaya inaad maanta Saudi ka noqoto adigoo security gaar inaad ka noqoto adoo nin Cornell ahay oo ciidan haystay oo saan wuxuu yiri ihaanada aan wadankayga ku qabo ayaa ka shar badan inaan security ka noqdo wadanka Cornell military oo bakhoota awliba tactical ragii tactical ya in Cornell bakhoota ahay oo yiraahdo security ayaa iga fiican inaan ka noqdo wadanka Saudi Arabia inaan wadankayga ku noqdo waxaan ka doorbiday inaan noqdo security guard inaan noqdo wan ooyay wallahi wax laga ooyay wey waxa dhacday ninkii markuu ahaa 3 bilood security on meeshii kala hadlay nimankii joogay ayaa waxa dhacday nimankii tababarka siiyay ayagoo yaqaan ninkan ayay waxay ku arkeen asagoo security ka meeshii xarsul wadanka intuu yimaadeen waxa yiraahdeen anaga ku qaadanayne ciidanka iyaga saxraaga lagu tababaro kala training noosi ninkii markaas uu yiri intay yimid buu yiri nimankii baa ila soo xireen maxaan sameeyaa meeqay ku seenayaan 3,000 riyal bay seenayaan ma galaysaa baan arii wuxuu leeyahay 3,000 sheegaysaa day yiraahdaan 500 baan ku seenayna waan galayaa buu wuu galay waa ninkii wadanka dhan oo ku dhaadanayay amxaara way ogtahay marka maanta soomaali lagu soo duulo saraakiishii soomaaliya inay wada joogaan من نورد أمريكا إلى الماشي لأستراليا إني ففرديان سراكيش ودي ويأوجيهين ويأوجيهين صومالي ملتري جيدي يكمان دوس كيدي إن كل قدر اللي إهانا يستي أو نول وما أنت يتم ملح الله دقي ويأوجيهين أم حارد ويأوجتها سلا يعني هاي سكادي جنينة داد عيارة يو هردة هاي سكادي جنينة هذا ما أنت إذا ماذا حتكو تاقن تن كل قدر ويأوجي قصلي دان عنيقا لكن والله صومالي ماذا حيكو تاقن تا يبالله way ogsoon yihiin saraakiishii Soomaalida meeshii jireen kulligood way ogyihiin dhamaantood damiirkooda sida loo dilay ogyihiin meesha la geeyay ogyihiin nin walba maanta wadankii maxay iga galay inuu uga tagay way ogyihiin dhamaantood oo idin inaan u haynin simati inuu wataniya lahayn inuu maanta la baabiyay in la dilay in la ehaanaystay nin walba waa ogyahay maanta ito gaaladu waa ogyihiin bandigii marka muxuu sameeyay yaani shuuciyadu markay sidaan noo diyaarinaysay waxa igu soo dhacay 8/1 markaan jaamacadda dhiganay ayaa jariidad waxaa lagu soo qoray Washington Post ayaa waxaa lagu soo qoray waxa America ka dhacday magaalada Chicago
أيا وحكذا عصابة من المهندسين كوح مهندسين إنجنيرس أيا سوتجين أو علم له كل كاسي وحي أوتجين كوح كلي تو أو دقالها يستا لكن أن إنجنيرا هاي نو لعك هيستي أوتجين وعين إنما يوحنا هنا بيزنس هاي يجي هذه بيزنس هذين كنا لعك هي لسان أنا كنا أن نولانين أيا هاي نبي يجي هذه ما هاي تهيب عليه وعلى الحافظه آدي آد الضعيفة وقبل بحافظها مدوق حافظها أو اللي توح وقع بربرك قلي أيه إنه قلنا إن العك رقيسة العك تأذين كهيسان أنا جون وانو لسينا مركزين نسي يبيننا العك تي العك بقلاب كذا كبدا وحلا يو مركي لفيري لأنه كنا من واحد درسية موتة وحي رهدين وما عقول وي لكن وحن جروب كلا نجم مقنا يرهدين جروب كي نود حي أنا كي أذين كي ماشي نود حي يا نجم مقن أنا جانا قانا يرهدين مجموعة من الزنوج أيانو هاير قريه نهدين دتك مدمدوغا هان هاير قريه نهدين وحال هاير قري كوح مدوغا هال هاير قري ولا شغال سي وحال لقصر لدي حافظ ديال لقصر لدي دع يسرقو يتوغو يدل يقهر يبلاي يوح ولا قدب قدي إلا وانا شغال سوسيو شغال دول لقصور قريه ماشي تخوف قريدان كورنطا دينا والا قشري nimankii marka waa galeen waa isaaba dhan way duulanay ku qaadan waa galeen markii dadkii nafti u timid ay xafadii ka qaxeen xafadii markay ka qaxeen meelaha amaanka ay u qaxeen iyo intee miyuu ba raadiyeen la yirkaale xafada maxaad go guurtay war xafada balaay ugu gashay buu yiri waanu ka gadeynaa hal yiri guriga naga iibi guriga waxa laga siistay lacag aad u yar yar waan ta dumiyeen ay bisen أنت تيدي سيئني حافظ كلا كسر لي دين قلدي حافظ دي مركز دم ما يسترين أي ماشي أي كسر لي دينه كح شوكته أي أسواق حتى ماشي أن نلكله وبيهله وآمنك وسكورتك على أسواق حندتك كل كمر الله مر تيبا على جقة مر كوالا جقة تي طبعا مرجج بكو جدنا بنوك بالعكس سين سبده هذا ما هيك تي أي كسر بحين دتك هذا نك جقة تنسي ديو كله markay shan state oo america kamida ay sidii ku fuliyeen ayaa arintii la fahmay nimankan madawga meesha la galinaya inay yihiin commandos nimankan shaqaalaysiyeen meeshan ciisaaba balaay ka dambayd arintii baa la qabtay hadaan idin ila soomaaliya ciisaabadaas muhandis ciisaabadaas madawbo kala taag gash hadaan idin iraahdo waa naga beensanaysan nimanka askarta ahaayo meesha qabsaday iyo waxa la wixii meesha joog waxay ciisaaba in la galiyay ahaayeen dadka loo kiciyo loo eriyo ay ahaayeen oo loo jacleysiyo إني هاجران أو أي وطن كقحان واقحنا مرك بدن كي وحنا نود ماذا عربتنا مد معلن كان نقض صنعاء مد ما أنت مرك سعودي كحمالي كان نقض مد ما أنت عراق آدم مد مصر آدم مد ملو البالغة كلا دعي والقحي واقحنا كل جنة أرض يك كيها أرض جامعة حتى وقع الروح حكوا قال البلاي وكبه هو ذكي تكني وكبه مرك اللي تري وكوا ضعرني جامعة دي سعودي جي وحي بالآدي الحمد لله رب العالمين طيب وانا لا اقبل سي ان قحنو ودنك كبحنو او انو لكلا اقبلنا كاس وحو استيج كي كواد بو اها استيج كاسي ماركا وحا لا اوغاد ودنك وانا لا اقبل سي ان كبحنو او علكي وانو غو غلي وانا ان عرضني لكن ميل دير ما ان انتجينا ودمدي مسلمين تو دين تندي ولي كو دقنتاه او ددنمدي ندي ولي كو نوشاي ايينو تغني نالكا ما هارين ارينتا ايدا وحا لي dadka muslimiinta ay haday wadamada carabta kaliya soo galaan sida ku joogan wali mushkilad ma haysto tacliin wa ka helayn diintoodana wa xifdisan tahay wali marka wadamada carabteeda waxa lagu qancisiyay qof laaji ah oo Soomaaliya inaanay aqbalin lujuu wax lujuu la yiraa inaanay aqbalin qaxoonti wax la yiraa inaanay aqbalin irdaha laga xiro dadkana ay tarxiilaan dhamaantood oo ay ma Soomaali u tarxiilaan meel kale u tarxiilaan awaail farabadan suuudiga karar khaliijka karar dad badan tarxiil baa la yiraahdaa Soomaalida looga waaliyay wada wada soontiin dhamaantiin sideetanadii waxa loo furay marka yaani waxaan idin sheegay wadanka Canada iyo markii la furay Europe markii ku heshiiday in la furo qaxoontiga 7 iyo 6 baa ahayd markii la furay qaxoontiga Geneva Convention markii la sameeyay 7 iyo 6 ahayd 7 iyo 6 dadkii soo qaxan waxa ugu badnaa Soomaalida ugu qax badnay jazaakallahu khayr waxaan la ka xiray marka wadamada muslimiinta khaliijka kaliya tahdii Soomaalida loo furi laha oo la dhihi laha hatta qaxoontii la idin siimay ka shaqaysay way ku filan raalina waan ku ahayn
لكن دمان تدوان على كتر حيلة وايو هدفكم ما هين استاج كلابات إنا وضن مسلم جوجنا ما هين هدف كنا واسيد يهود اللي جوسم يجي أو كرت برجي هرايتو إن لك لفنينيو وضد كان سومالي دا ولي الله آمن سيها إن يهود كي ما دين قاركو يهود إليهم ولي أو كله إن يهود يقول مر ما يعني أو كله والله سومالي سامريين وي سامريين باتين وإسلام كعربت أيضا تكتي عربت أيضا حوكتي لكن سامريين بدا هيدين أفريكان كلاوا كد وانتهين أنا جانا قن ماشة كتي ما دين أي ضد بدن كوقن عسيان حتى كلام جميل مركي نالك حري وده ما دي عربت مرك أول يريها أقبل إننا حربنا لقشدو ماشي إشعال الحرب اللي قسم هي سومالية ويسلو قبتي دمانت هيدو إدير ويلا تليال بولي ياسي نفتك سيبال كحوما كالوغا وانو قحنا مرك تلياني أو حبيراء هون كومي هاي سنية سبين إلا إيو أستراليا نورد أمريكا وحالي يري أقبالة داتك ودمادي عربتنا والا الكحرة هدف كاسي محوية مرك ويسويدية هدف كاسي وحوي سومالي دو وحي لهايين لح شيء أما أفر شيء أو الرئيسية أو إيدادك كلا أقد وينهين بي لهايين أفر الرئيسية وحوي داتك سومالي وحي لهايين اللغة كليته هل لغة هي هاي لكن محو سميهي لغوين كلا قد سينو سميهو تليانيك اسكو دي انجريسكي وكلا دي وحيو لقبائلك ما انت مالك الشيخ القبيلة هلو سميهو ما انت حقها لغتو روح قف والبو ننكي اقوه ركاب قبيل سميهو حوها انجريسي تليان ومشار كسية مركاسي وحي يرهدين حتى انت كريم ميه هي اذنكو اسكو اللقاء كلمة دل ايدنكو قرتو انا القبيل كاتين ايدنكو قرتو سمايستا مد هذا الداء بدلا مد هذا وينية مد يرية مد لا كلي مادة مد البحر اللي قدر جو حلي أدو إن القبيل كاستها عدة وتر تيجي عدة جنتها أدوكو شيء خاكنا شيوخ القبيلة هاكنا كاب قبيل كانوا كا وين عدة يدوي ما هي اللغة دي اللغة كلا بحسن ما هو صومالي كل جيدة عدة أما الرحوين هكو هادلو أما وقوي هكو هادلو أما هكي مادة إن فدي أما هكي مادة ماشودون هكي مادة واس كل لغة كل جيدة عدة لكن وحو يري دايلت كلا صمايستو واحد يشان إسكالة توصية إن تكين kala qabiil la ina tiino meelaha aad adinku qabiiluba degan tahay wax lagu garto waa inaad samaysataan xoolaha waa inaad kala suntataan geeli sumadii ku taal waa inaad ogaataan hal qabiil oo meel degan geeli sumad walba sumad gaar ah lagu dhajiyay waa ko dadka Soomaalida waxay lahaayeen aadaad iyo taqaliid isku mid ah ay lahaayeen dhamaantood haday ciyaarayaan ciyaarahooda waa isla wada yaqaaniin haday maanta markaysaa ala baryaan waa isku wada mid haday aroosayaan waa isku wada mid haday tartamayaan waa isku wada mid haday kaftamayaan waa isku wada mid waxa la waxay sameeyaan waa isku wada mid wey waa caadada taqaliid inta dadku ay ku midoobaan oo dad iyo dal dadka dhaxeeya ay ku midoobaan waa ku midoobeen hadi mushtiba kubra hadana waxa kale tay ku mid noqdeen diinta islaamka ay ku mid noqdeen wuxuu yiri nin gaali say ku dhici kartaa buu yiri dad dawlad dhalo meel degan kaliged isku hal diin haysataa say ku dhici kartaa waa muslim kulligid boqolkiiba boqol nin yahuuda ay ugu lumurmay jaamacadda isla joogna impossible بكلي ان انا acceptable ما انا اقبل كرنو ما انا دغيس كرنو ساي كو دعي كرتا وير ا بيور نيشن 100% مسلم سي انا اقبل كرا بو انوتا لعنه الله عليك waxaa weeyaan marka qadiyada isku hal diin ay ahaayeen Soomaalid markaasi hadana kulligo sunni ahaayeen markaasi kulligo shaafici ahaayeen hadana gaani wuxuu yiri maxay isku haystaan soo kulligin shaafici ma tiidin oo kulligin oo ordayga tago yiri fer inta soo qab qabtay hargeysa oo isoo kulligin shaafici ma tiidin maxay isku haystaan kulligood yaani waxa laga dhaadhaas diin salaam ko shaafici laga dhaadhaas hata waxa taa kala ma yaqaan waa dibta marka madhab kaliyata diin kaliyata aadaad kaliyata taqaliid kaliyata luqad kaliyata waa dibta arinta ayada waxa la yiri waa inaan baabi'inaa ummada Soomaaliyeed Malikul Habasha waan ka soo dhaafin yar Malikul Habasha waxa la yiri berigii afri lixdinkii yaa la yiri xayla salaasi adigoo intaa boqor soo ahaa oo ciidamadaadu intaa ay dhisan yihiin sidee bay ku dhacday dawlad xubeero ahon waxba haysan inoo afar sano kaliya ta gobnimo haysataa inay aska in ka qaalib noqdaan si ku dhacday shameful value kulkaas wuxuu yiri waxaan idin leeyahay dadka Soomaalida aad leedihiin waa dad isku hal diina abuu yiri aniga dadka isku hal diina ma ahan buu yiri waana isku hal dad national oo isku hal cirqi ka yimido kulligood oo wada pure nation buu yiri isku hal dad oo isku guursada weeye ayagu buu yiri
وانا دد حماس كأهاي دين تهود أيك حماس أهاي وجعل بوير إن دنتان الربون ربين إن نولا دان بوير مارك أنت سيجا غالب نقدم بوير هذا الكلام دقيست أذكر تايدو إسكو هل دين ما أهم بوير إسكو هل نيشن هو إسكو بيور أنا ما أهم بوير ما أنت إس أو دد إسكو جورس أيك ما أهم بوير دين ما هو دجعل بوير كده حيسة إن الدنتان أذكر تيدونا مرة بعد معنا أذكر صومالين اللي متير بتابوير إن النولا دان مرة بعد فعلا بريج جنال داود كلها كمان دوس كي كسمعين كبهل كي بايد بكر غيب قالي شيء كده هذا جيرهم ويا أما هاد الدنتان أما قولي إيه كينا يانوير شيء كده ما كمرة جنال داود ولا هو معروف كواحد كمان دوس كهذا كش كس ما أنت أمان ميكائيل أندوم لقى هرجي كي أو من قصة حيلة سلاسة دري نينك الله سو قرروا يرسانو سيس عود عنك أيسي حيلة سلاسة ويدستو يرانا أيسي bay daban ka dhacaya xamar aan qabanaya aniga isi aman mikael andom wuxuu ku yiri kooxda kumandaska soomaaliyeed oo aan diray ama waa ku dhimanayaan way ku tagayaan ama gulbe keenayaan wax damon ka raadinay malaha sahay damon idin soo wadana malaha madad kale oo idin keenayaan malaha waa idin kaas buu yiri general daud allah yarhamu waxa weeyaan waxay ku dagaalamayeen عقيدة قبائل إيو أهل وحي قانون ما أنت مركز أقسام العقيدة إيو أكادتها يعني إننا أقوان ذلك توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات من إننا أقوان ذلك لكن وحي قانون مسلم أنا كانوا وقالوا وأنا لمن أنا أقول بس ساسي قانون يعني حبك إسلام كأيو قبائل وحوها أنا مسلم أنا كانوا وقالوا كلام جميل انت هسا يقفلن نك عامي جاه مسلم كأنت هسا كوفلن مرك أقوى رئيس حب الإسلام إنه هرتهم مرك ورقبه وايدتكم متخصصين كمان نقول كرنا عقائد ككل جود عديد أهل الفقه مو هذا نقول كرنا كل جود أهل التفسير مو هذا نقول كرنا كل جود أهل الحديث مو هذا نقول كرنا كل جود وين فهمنا قضية ده وين نشوف يوي وحن جوجا بندقة مراد كلا جلها سوكي أنت دتك الصوماليات لقدو دوم مد أهيت دين تو دوم مد أهيت عادات كو دوم مد أهيت ما أنت مركز أيجو أها بير نيشن أو استدل دلائل أيجو أفرتا إن لباب يو أيو أها هدف ككواد والأخير وين سامتان تا بمعنى آخر ما أنت وحنا وذا أكسون هذا ما أنت يا ما شاء الله شن دقيقة نستوى حبنا ما هيست إن شاء الله وحنا وذا أكسون هاي ما أنت أدين كان يدين ويدين يا أديك المهاجو ما أنت إسكول لقد ما تهدين اسمه فهم أيضاً أدي المهاجو المهاجا يا المه ولا الكاء هولن شو كان اسمه فهم أيان المهاجا يا المه ولا الكاء كندي شو كان اسمه فهم أيان أديك يا المه كلاتو فيلن شو كان قرابة هذا اسمه فهم أيسان وحابا بعض مرك وأي ترتين سوق من لقد يدتك كده حيسان مدينة سد ما أنت دوي بابا أدي أوجاد هرتور han noqonina aqbiye han noqonina luqadi dadka soomaaliyeed ka dhaxaysay oo luqadoodu waa waaxid ka ahay oo talyaani ay ugu tashay jireen dhig jireen aan tashan markii la xirxiray ay iska soo horiidaba jeesteen ay yiraahdeen aan ka carno luqad kale too ay aan gaalkii fahmayn ay ku hadlayeen luqadi soomaaliyeed ay dadku isku fahmayeen waa baabade ogaada hadaba waa loogu tala galay ayagoon qaxoontiseen inoo talyaani oo baahi u dhimanay iyo isbain loogu furay suuudi arabiya iyo khaliij kana looga xiray in dadka soomaalida aadaan هدف كوجو الرئي وكواد وحوي هرت اللقادة هلا بابا شو هلا كلا طورو استراليا إلى كندا أنتوا رحين هلا طورو موضوع بنك قري كسب سن تعلين تدك علمها الصوماليات أن أنكم جعابين ليرنج ننسى إكسيل وحبر شذا دبت كنا ولا شه أما قحون تيج قف كي دوانا يا إيرك سيستم هوي ديو سيستم كا إي آر ما أنت مركزها سي educational research center waxa weeyaan luqadi markay baabade kaliye tah oo dukun daakun laga dhigay yanaa oo kaaday luqadi kolkay baabade oo maanta lagu kala tuuray australia ilaa iyo north america lagu kala tuuray taas waa mid weey marka dadka midii kulmi jirtay soomaaliyeed
واللغات سوي بابا دي أجادا ما أنتي توك أجادا لما أنتي أجاد أنتي نويس فهمي سنة وادتك الصومالية كسو يمد باتين دينك الصومالية لكن الماء ما أنت هدي لا يسكنه أنت أنا كل الماء إسكندنافيا لا يسكجك كانوا ما أنت اسمه فهمي يعني أجادا تا هذا أنتي نا الماء هذا شان ما أنت يسكن تانا شرو قبتان لغات كلها هذا شان قرن ما يسنا أجادا تا تسوامت تان لبعض تيا هي دينت وحالجك على طوري وحي لم يدين دتك الصوماليين ما أنتي تو أري ورابر رادني ورابر أري رادني أما يي أري رادني سي أو ملك كدون دون تلا أي أو عدلك هشي مركي دم به سيدو أبا يرقبلي يجا ورا ما هذا به أري عدلا أيو راد رادني يي عدلو كه هلاي عدل جوكتين إنه يجرين بو أجادي كل كاس أبا يرق أنت أنا ويرين كور وفرحي نمنك كنائسك يا جالدو سوماليا تجين هذا كور وحكورس قد يدا قد يدي كذا شذا المه بلجيكا كورسي إن سوماليا أنت اللي جوج الفلية اللي سكودة يا قد يدا ويهرجلي ويسي وده ماذا عرفتها كقيلي وحلاه حير عرفت نسياسة هين دكتور عبد الله عمر نصيف أو هاي قدوميها جامعة الملك عبد العزيز أيوة هنيك وجوه ري كقيلي قد يدا كشفي ولا أكسوني هاي مركينو كقيلي أو نتجني وحويان عربت سيدها سال الله جحيره هذا كور بالله كشف قضية دي نك قصص كها بلجيكا كها إيطاليانا كا لبضة با سيدها سنة عربت الله جحيري سيدها سنة لو بدل مشنكي واحد نقطة مركها دت كي واحد يشر الصومالي أو ما دحده الدولة اللي هلوش كسينشري أو نقول بقولي يشر سنتر بانفوريا أو أيه يقول لعكته دي خرج كده أولى هذا يشري وقال دت كي كلا اللي هلوش يشري أيه يقول كم كوب حنن ورابيه أي جليين دت كي إنه إيمان تدك يو علمي وذا أكينن أو ملايسن كرواين حتى وي ملايسن كرواين وي فهم وواين هل كاسم كتو جيني أي نعم وي ملايسن كرواين كل كاسي واحد يرهدين سيكو دعي كرتا سيكو دعي كرتا بي يرهدين إنه إنو ما أنت ماركيسا دتك صوماليا يقو علمو هودي وذا أو ديقو هودي ولمو هودي وذا إنه نوغو سوق لنقريها ناقي سيكو دعي كرتا بي يرهدين واحد إنو كل ريون إني مدوين دنا كل ريوننا إلى ما أنتوا حقيقي كبير يرهدي. كم أي حرين أي قدرت كوسو هاجرين أنت هرتيب دولان وهذينه. برجع مرايكن كو كدولي. وح أي سمايان أنت كيلو عن تهذا قادين أنتوا كلتوا كتابه كتاب قادين. نين قل لي رمال تفيد أو أن كم جروب كود أن لن نقاش تري. أيان نسك صور عن أنا وذات سوريا بابور صور ترى عن أولي ما أنتوا وذات غارو شقي. كل كاسة وحو يري وحن ري وحن كويدي آدم برسانسو محاد والا قرتي دقاتيرين هاد قيسان يعنتين هاد قيسان والا قرتي بايبال كاد قيني سان محوها كل كاسة وحو يري وامركي وقوه الرئيسي تاريخ داي صوم مرتو يعني golden opportunity انا صوم مرتبو يري فرصة ذهبية انا صوم مرتبو يري مركا بايبال كوحونا ليه وشيسسنا ليه هاي بو يري ماشي هل كيلو عنتا هاد قيسو هل بايبال جي هل كيلو عنتا ماشي هاد قيدو هل بايبال سي wuxuu yiri waxaan aad u jeedoona askar iyo ciidan meesha tagayna kulligood facilities waxay u yihiin ay facilitate gareynayaan buu yiri bible kay wadeen word of god bi u dadaalayaan buu yiri luqadi mark diintii sidaas ahay wadamada la keenay catholic iyo protestant iyo jin iyo ifrid you have a witness iyo maanta markaysa qurun oo dhan iyo yahood iyo aqsaamteedi mid walbaaba synagogue iyo kaniisada iyo kulligood ay dadku gacanta u soo galeen ilmuhuna waa loo geeyay dadkii waaweynana waa loo geeyay marka ma arki doontid diin isku mid ah haystaan dambeeto way ku dhamaatay ogow marka ayadan ma fahamtaa taadana diin mid ah dambeeto ay haystaan way ku dhamaatay ogow madhab shaafici haystaan iyo midna tororogtaasi ma jirto diin dambo mid ah haystaan way ku dhamaatay 100% ay muslim yihiin hal diin ah ka jirta way ku dhamaatay ogow taa ayadana sadde si xamaaska loo dilo wadaninimada ya aaladka taqaalida loo dilo qadiyadii ahayd dadka soo galay wadamada ay soo galeen mid walba wuxuu qaadanaya caadadka iyo taqaalida iyo meesha wax looga dhaqmayo iyo festivaliska ayuu ku dhaqmaya birthday iyo kulli wixii dhan waa lagu dabaqaya maalintii dhalashada iyo kulli ilmihii iyo feestadi wadankaas uu la qabsanaya acyaadoodii kulli wixii isu bedeshay taasi isu bedeshay ayadana ogow afar Soomaali waa hal jinsiya oo isdhalay waxa lagu bedelay
حبله اينو كانو يريرا هلكا اينو كاني يينمدي اينو هلكا كاني حبلهنا وحي راعين انما قالا ويلشينا وحي راعين حبل قالا راعين وحا سو بخي برح انا سل يراد ميلو كله لا غرانينن لغاو كو هدلينا ان لا غرانينن او مخلوط او خريبا ايا سو بخي اوغو marka wayaga is dhalo waa hal jinsi ah oo xamaasad dhulki u haya dambe ma arkay sidoo ilmaha maanta adigu aad haysaahi ee wadankan ku koray adigu wadanki isku si uma uguma hayoonaysan ogaada hadaba taa ilmuhu wadankan ay doonayaan mana bixin kartid awoodna uma lihid adigu wadankii baa doonaysa way waad ku soo korto diintiisi iyo dhaqankiisi iyo ummadiisi aad ku muuqanaysa isaga waxa uu muuqanaysa inuu member ka yahay community gan aadiminka dhex keentay anti qadiyadood ee aanu marka ay gaaladu ay ka doodayeen ee ummada Soomaalida waa isku luqo waana isku diin waana isku caadaad waana isku hal nation ay ka yimaadeen halkaas ay ku baabadeen ogow ma ku daayay halka inta kalayto horan kuugu sheegay gadaal bayno u dhigi doona intaas ayaan galabta ku kaaftoomaya wabillahi tawfiq وصلى الله على سيدنا محمد. جزاك الله خيرا شيخ محمد رشاد. إن سؤال الدور أي هل كان يلاك محمد وقت جي إن مرخرة كتلة حتى نيمارت. وقت جي عشاد أيان اللي جوا مر كلا بس سؤال ود بنك جارسين أيو أنا أركو إني مهمين. إن مدة كواد وحوي. إن نبأ وحليه مقالة عن دقنا هاي. waxaa jira masajid ku yaala marka masajidka dadka dad baa maamula kale dadkaas marka la gaaro bisha shanaad 20keeda ila bisha 8aad 20keeda cishaha ma tukadaan waxayna ku andacoonayaan inaan qoraxdu dhicin cishaha waxa loo baahan inuu mugdi noqdo si loo tukado waa qalaynayna maxaad ka leedahay arintaas wax diinahay ahaystaan kuwaasi ma jirto kuwaasi waa in lala dagaalamo ayay istaahilaan ayna xaq u leeyihiin waajibna u leeyihiin hadii qofka uu ku nool yahay meel aanan qoraxdu ka dhicin xataa shanta salaadood waa in loo qadaraa mid walba waqtigeedii loo qadara weeyaan salaad la cafiyey oo dadka laga cafiyey ma jirto inta uu qofku nool yahay caqligiisuna uu joogo marka ruuxii taa ku andacooday waa ruux jaahil ah aan waxbana kala ogeyn ama waa firqa daalla oo mudilla ah marka waa in laga digtoonaadaa aanan lagu nadaysanin qofka muslimka ahi marka meesha uu ku nool yahay haddaan qoraxdu ka dhicinin amaana isbedelaynin hamiinkii maalintii ay iska tahay waa inuu salaadihii tukadaa waqtigana uu xadidaa waqtiga uu xadidayana culimmadu waxay ku qaydeen inuu samaysto waqtiga magaalada ugu dhow oo waqtigu iska bedelo inuu qaato oo uu ku jaangooyo arrinta ayada wallahu aclam su'aasha kale waxay ku saabsan tahay genetics nin baa wuxuu leeyahay xaas baan qabaa caruur bay ii dhashay arurte ii dhashay iyo anigu kala dhiig baan nahay kala dhiig baan wa fahmaysaan umaleena in shaki baa iga galay caruurteydii xaaskaygiina waa tuhmay maxaa sameeyay arrintaas ay u xaliyaa qofkaasi waxa weeyaan xaq uma laha inuu ka hadlo qadiyada ayada ah yaqiinna shaki looga ma tago yacni shay yaqiina ayaa jiro waa ahalkiisii weeye inuu ahalkiisii marka ama hinaas ama shaydaan uu hawas u aqriyo xaq uma uu lahan qofkaasi marka waxa weeyaan shardina maaha dhiiggu inuu isku yimaado shardi maaha waayo wuuna garanayn qofkaasi fasaa'ilka dhiigga marka la samaynay ama genetically loo noqdo shardi maaha boqolkiiba boqol inay ilmahaasi ay ku dhiig noqdaan ilmuhu hooyadiis bay ku dhiig noqon karayaan waxay ku dhiig noqon karayaan awowgii ama aabihii xaggiisa ka yimid ama hooyadii xaggeeda ka yimid shardi maaha fasiilatu dami inay isaga raacdahay shardi maaha si kale oo loo kontrolo ayay leedahay waxay leedahay in la sameeyo wax la yiraahdo protein biosynthesis system in lagu sameeyo ay u baahan yihiin gel in loo sameeyo u baahan yihiin gel kala sameeyneena waxa weeye dhiigga inta la qaado in lagu sameeyo wax la yiraahdo electrophoresis in lagu sameeyo u baahan yihiin electrophoresis kuna markaas waxay soo saarayaan qofka dafradiisi xaqiiqiga ahayd meesha ay ka timid markii la isla rangareeyo asaga iyo ilmihiisa markii la isla rangareeyo marka qofkaas wuxuu u baahan yahay in lagu sameeyo gel permeation iyo electrophoresis in lagu sameeyo dhiiggiisa ayuu u baahan yahay ama ittihaamkiisa xaaskiisa uu ku ittihaamayo fa hada baatilun
هذا حاسك سي اتهامه وسع على نوع اتهامنا ولا كرباش يا هذا مرقات الله إيمانين. جزاك الله خيرا. أنت هسنا كوجوجينينا هذا وقت عشرة دوي. واحد دوني يا إنا راعي هل أويسي سوير. وحير دول قاتا. هل كلمة دوير. وحير دول قاتا. بندق عن كجوك سد واحد وين بندق كوساب سنة قبيلة دسيدنا لكوجا ديكتي يعني من كان مانت أرد ياهي. لمن كمان تورد يا إيجيس كأفريقا أورد يا هي مش أي كسر وجلن كيس كان يا حاجة أي كسر عدان موضوع كسر سنوي موضوع عن كيس تاجي لمن كعلمانيين تلا يرادو مش أي كسر وجلن كيس كان يعد ولطة ويا وح أنا ولي شيء جنن مرك وقت يجي أوبه أنا وأنا موضوع عنوار كيو قضية إيجيس كأفريقا مهم كذا إن لا تلمام أوبهن أرنت أيا ذا وقت يجي كلتهم فرصدو هلا ينكاد الدوانا سيدا هلا لا صعدو يانا لوجودك من مش عن استاجي لحدي بنديهم ودي الله بكم إذا أيان شيء جاي منك أنت كلا تودي مني والله أعلم.